أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع نافذة اللغات العربية. اليوم لقاؤنا الأخير قبل ليلة الامتحان، اليوم مراجعة ليلة الامتحان. وكما تعودنا في لقاءاتنا السابقة نعرض لبعض المعلومات وبعض الامتحانات والأسئلة التي سوف نتطرق لها في لقاءاتنا أيام الامتحان. وكما تعودنا أن الاختبار أو الامتحان عن طريق الموضوعات متحررة المحتوى. لقاؤنا اليوم يبدأ بالقراءة المتحررة. هيا بنا نبدأ سريعا ونتعرف على المعلومات والأفكار والملحوظات التي سوف نتعرف عليها اليوم من خلال أسئلتنا التي سوف نطرحها عليكم. اقرأ ثم أجب. الري أساس الزراعة. تستهلك الزراعة كميات كبيرة من المياه، لذلك تدعو الحكومة الفلاحين إلى استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط بدلا من الوسائل القديمة الشائعة. ومن وسائل وفوائد الري المبتكرة حديثا أنها تضمن توزيع المياه بشكل ملائم على النباتات وترشد استهلاك المياه وأيضا تلطف درجة الحرارة. استخرج من الفقرة معنى لكلمة مناسب. نقرأ جيدا ونستخرج من الفقرة كلمة بمعنى مناسب. أحسنتم جميعا، كلمة ملائم. مضاد لكلمة المقلدة. مضاد لكلمة المقلدة شيء مقلد أو شيء عادي. إذن أحسنتم جميعا، مضاد لكلمة المقلدة المبتكرة الحديثة أو غير التقليدية. علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الري بالرش من وسائل الري الحديثة كما قرأنا في الفقرة. وسائل الري الحديثة مثل، نعم، الري بالرش والري بالتنقيط. إذن هذه العبارة، أحسنتم جميعا، هذه العبارة صحيحة. وسائل الري المبتكرة تستهلك كميات كبيرة من المياه. لماذا ابتكرنا هذه الوسائل؟ ابتكرنا هذه الوسائل ترشيدا لاستهلاك المياه. إذن هذه الوسائل لا تستهلك كميات كبيرة. نعم، يبقى إذن هذه العبارة خاطئة. فوائد وسائل الري الحديثة كما قرأنا. نعم، تضمن توزيع الماء بشكل ملائم وترشد استهلاك المياه أيضا وتلطف درجة الحرارة. كما رأينا قطعة قراءة بسيطة ولكن تعتمد على القراءة بشكل جيد وسريع، وأيضا تعتمد على الفهم حتى نستطيع إجابة هذه الأسئلة. هيا بنا نتطرق إلى فقرة أخرى ونقرأ بشكل جيد لنستطيع الإجابة على الأسئلة. اقرأ ثم أجب. وظفت التكنولوجيا العلم والمعرفة في العديد من مجالات الحياة بطريقة مدروسة لتسهيل حياة الأفراد وإضافة قيمة للمجتمعات.
فقد أحدثت ثورة ونقلة نوعية في العديد من المجالات، ومنها المجال التعليمي، حيث إنها ساعدت في تحسين العملية التعليمية بصورة إيجابية من خلال مساعدة التلاميذ على أداء مهامهم المدرسية، تسهيل عملية البحث عن المعلومات المختلفة، كما ساعدت أيضا في تمكينهم من التعلم عن بعد في الوقت المناسب لهم كما نفعل الآن. ورغم الإيجابيات الكثيرة للتكنولوجيا، فلا ننكر أن لها العديد من السلبيات، ولذلك علينا ألا نسرف في استخدامها، وأن نقسم الوقت باعتدال بينها وبين الأنشطة المختلفة. قرأنا، هيا بنا نتطرق إلى الأسئلة. استخرج من الفقرة مرادف نفرط الإفراد بمعنى أحسنتم الإسراف أو التبذير. إذن نفرط مرادفها نسرف، مضاد لكلمة قليلة. نقرأ مرة أخرى لنستطيع الإجابة. نعم أحسنتم، كثيرة. كم جمع كلمة مجال؟ نقرأ ونستخرج من الفقرة. نعم مجالات. مفرد أوقات. أحسنتم جميعا، وقت. إذن المفردات والمعاني والجموع والمضادات يطلب منا استخراجها من الفقرة، لذا يجب أن نقرأ بشكل متأنٍ وشكل بسيط حتى نستطيع فهم هذه المعلومات. تتحدث الفقرة عن مثلا، سوف أقول أنا أهمية التكنولوجيا في حياتنا. كل منا من الممكن أن يجيب بطريقته وأن يعبر بطريقته أو عن مدى فهمه للفقرة بجملة بسيطة وسهلة تعبر عن مدى فهمه لهذه الفقرة، وأي إجابة مقبولة بشرط أن تدل على المعنى الذي تدل عليه هذه الفقرة. يا بنا، كيف أسهمت التكنولوجيا في المجال التعليمي؟ سوف نقرأ مرة ثانية لنحدد الإجابة. أحسنتم. مثلا نقول ساعدت التلاميذ في أداء مهامهم التعليمية. أيضا مكنتهم من التعليم عن بعد في الوقت المناسب لهم. أيضا سهلت عملية البحث عن المعلومات المختلفة. أيضا ساعدت في تحسين العملية التعليمية بصورة إيجابية. كل هذه فوائد أو إسهامات للتكنولوجيا في المجال التعليمي، نكتب منها ما نستطيع أو حسب مدى فهمنا لما قرأنا وأي إجابة مقبولة. هيا بنا اقرأ ثم أجب. مرت سنوات طويلة، كبرت جود المبتكرة وحققت حلمها بإنقاذ الأرض من التلوث، ونجحت في توعية الناس بأهمية تدوير النفايات، وأصبح في كل شارع صناديق كثيرة لفرز القمامة لإعادة تدويرها، وأيضا
اشتهر تطبيقها الإلكتروني لتبادل الأشياء القديمة بدلاً من رميها أو اختزانها، وأنشأت مصنعاً للبلاستيك القابل لإعادة تدويره. ودائماً كانت تقول: الحلم فكرة تحتاج إلى إرادة، والإرادة تصنع المستحيل. قرأنا وفهمنا ما تدور حوله الفقرة. هيا بنا نعرض للأسئلة. استخرج من الفقرة معنى كلمة الصالح. معنى كلمة الصالح. أحسنتم جميعا. كلمة الصالح أي القابل أو المناسب أو الملائم لإعادة التدوير، مضاد كلمة قليلة. مضاد قليلة. أحسنتم. كثيرة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. استطاعت جود أن تنقذ الأرض من التلوث. قرأنا ذلك في الفقرة. إذن هذه العبارة صحيحة. أنشأت جود تطبيقا إلكترونيا لتبادل الرسائل. تطبيقها الإلكتروني لتبادل، أحسنتم جميعا، الأشياء القديمة بدلا من رميها أو اختزانها. إذن هذه العبارة خاطئة. كيف حققت جود حلمها بإنقاذ الأرض من التلوث؟ نقول مثلا: حققت جود حلمها في إنقاذ الأرض من التلوث بالعلم والإرادة والعمل. أيضا من الممكن أن نقول: حيث نجحت في توعية الناس بأهمية تدوير النفايات. أيضا: حيث أنشأت تطبيقا إلكترونيا لتبادل الأشياء القديمة بدلا من رميها واختزانها، وبذلك أنقذت الأرض من التلوث. كل منا يكتب حسب فهمه للفقرة، وجميع الإجابات صحيحة ومقبولة. عمرو تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، وهو تلميذ مجتهد في دراسته، ويحبه المعلمون لأنه نشيط ومتفوق. عمرو يحب وطنه حبا جما، ويتمنى أن يكبر ليخدم وطنه ويرد له الجميل. ومرت السنوات وصار عمر معلما لمادة اللغة العربية، وكان بارعا في مادته. كان يحزن على الطلاب المتأخرين دراسيا، لذا كان يجمعهم في فصل من الفصول ويقوم بتعليمهم بطريقة بسيطة بدون مقابل. وكان زملاؤه المعلمون يسألونه: لماذا لا تتقاضى أجرا على ذلك؟ فيرد عليهم بقوله: أريد الأجر من الله، وأن أرد بعض أفضال الوطن علي. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة أو الخطأ. أصبح عمر مهندسا ناجحا. كما قرأنا في الفقرة، أصبح عمر معلما لمادة اللغة العربية. تمنى عمر أن يكبر ليصبح معلما مجتهدا كما كان. تمنى أن يصبح معلما ليرد بعض أفضال الوطن عليه. كان عمر تلميذا متفوقا. نعم، كان تلميذا متفوقا.
ضع عنوانا لهذه الفقرة من الممكن أن نقول مثلا رد الجميل، كل منكم يستطيع أن يضع عنوانا مناسبا لهذه الفقرة كما فهم. ما رأيكم أن ننتقل إلى نوع آخر ونمط آخر من الأسئلة، وهو النصوص المتحررة؟ وكما قلنا النصوص المتحررة نصوص لم نطلع عليها قبل ذلك، إذن تعتمد على مدى قدرتنا على القراءة بشكل جيد، لذا يجب أن نقرأ بشكل متأنٍ وبسيط حتى نستطيع القراءة وفهم ما نقرأ. هيا بنا. يا مصر حبك في الفؤاد كبير، وله أريج طيب وعبير. يا مصر يا أرض البطولة، يا واحة يسعى لها المظلوم. كلمات سهلة وبسيطة يخاطب الشاعر فيها مصر، ويقول أنها وحبها في الفؤاد أي في القلب كبير، ولها أريج وعطر وطيب في القلب، وأن مصر دائما وأبدا هي أرض البطولات، وأنها واحة أي مكان جميل يسعى دائما له المظلوم حتى ترتد له مظلمته. هيا بنا اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط. معنى كلمة الفؤاد، معنى كلمة الفؤاد. يا مصر حبك في الفؤاد كبير، فكلمة الفؤاد تعني، نعم أحسنتم، القلب. يا مصر، هذا الأسلوب أسلوب تعجب أم نداء أم استفهام أم نفي؟ أحسنتم جميعا، أسلوب يبدأ بيا فهو أسلوب نداء. هات من البيتين كلمة لها نفس نهاية كلمة المهضوم. هذه الكلمة ليست في الأبيات، ولكن هناك كلمة في الأبيات قمنا بنطقها ولها نفس هذه النهاية. أحسنتم جميعا، المظلوم. خير المعنى الصحيح. يا مصر يا واحة، عندما ننادي على هذه الأشياء، فهل هذا تعبير حقيقي أم مجازي؟ نعم أحسنتم، هذا تعبير مجازي، لأننا هنا نعبر ونشخص مصر ونشخص الواحة وننادي عليها، فهذا تعبير مجازي. هيا بنا اقرأ ثم أجب، وكما قلنا نقرأ بشكل بسيط ومتأنن حتى نفهم ما نقرأ. بلادي وأنت منار الهدى، وأرض البطولات والمعجزات. بنوك على العهد عبر الزمان، يصونون عهدك حتى الممات. الشاعر يتحدث أيضا عن بلاده، وأن بلاده هي منارة الهدى، وأنها أرض البطولات والمعجزات، وأن أبناءها على العهد دائما عبر الزمان دائما يصونونها ويحمونها
حتى الممات. هيا بنا، مواهبهم للعلا ماضيات، وراياتهم للمنى خافقات. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. وأنت منار الهدى، ما معنى كلمة منار؟ مصباح أم نور أم مهد أم منبع؟ أحسنتم جميعا، كلمة منار أي نور. مواهبهم للعلا ماضيات، معنى العلا؟ العلا تعني المكانة والمنزلة، إذا معناها هنا أحسنتم الشرف والرفعة والمكانة والمنزلة العالية. وأنت منار الهدى، هذا تعبير، أحسنتم، تعبير مجازي أيضا نخاطب البلاد. كلمة البطولات، المعجزات، الممات، بينها تشابه في المعنى أم المقصود أم المضاد أم النهايات؟ هذه الكلمات متشابهة في النهايات. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. مصر أرض البطولات والمعجزات، هذه العبارة أحسنتم صحيحة. صور الشاعر مصر بشخص يعاهد، القافية في الأبيات السابقة هي حرف التاء. نعم، القافية هي اتفاق نهايات الكلمات، إذن هذه العبارة صحيحة. ضع عنوانا مناسبا لهذه الأبيات، كل منا يضع العنوان المناسب حسب فهمه للمعنى، فجميع العناوين التي سوف تضعونها مناسبة وملائمة ومقبولة. فمثلا نقول بنو مصر، من الممكن أن نقول بلادي، من الممكن أن نقول أرض البطولات. نضع أي عنوان يناسب معنى ما قرأنا. اقرأ ثم أجب. لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا ونسعد بالحياة معا أحباء وأعوانا، ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا. الشاعر يدعونا إلى المحبة والإخاء والتعاون، وأن نجعل الأرض التي نعيش عليها جنة بتعاوننا ومحبتنا وإيخائنا لبعضنا البعض. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. ليسعد الإنسان يجب أن يتشاجر، يخاصم، يعيش في سلام وإخوة. أعتقد كلنا أدركنا الإجابة، يعيش في سلام وإخوة. ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا، هذا تعبير حقيقي أم مجازي؟ أحسنتم جميعا، تعبير مجازي. مضاد كلمة نسعد، مضاد كلمة نسعد، نفرح، نضحك، نبكي، نشقى. أحسنتم جميعا، كلمة نشقى. جمع كلمة الدنيا،
الدنايا، الدنا، الدنيات، الديون. جمع كلمة الدنيا، أحسنتم، كلمة الدنيا جمعها الدنا. ما رأيكم أن ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة التي سوف تمر علينا في الامتحان، وهو التعبير. التعبير أو الكتابة السردية تناولنا فيها العديد والعديد من الأشكال، فتناولنا مثلا تحليل الرسائل والسيرة الغيرية وكتابة النص الإقناعي وغيره من الأنواع التي تناولناها في الكتابة السردية. فمثلا سوف نتناول اليوم حلل الرسالة واذكر نوعها. هذه الرسالة من صديق إلى صديق آخر، إذن هذه الرسالة رسالة شخصية أي غير رسمية. فنقول مثلا صديقي يوسف، سلام يا صديقي، أتمنى أن تكون بأفضل حال. بداية لا يمكنني أن أخبرك بمدى فرحتي لرجوعك من السفر، ولقد أعددت لك يوما مميزا نقضيه بين الحقول في مزرعة جدي. سأخطط لليوم وأجهز الألعاب، وتذكر أن تحضر ملابس ثقيلة فالجو بارد مساء. أنتظر ردك على رسالتي، أراك قريبا، صديقك هيثم. هيا بنا نحلل هذه الرسالة. وكما قلنا، عند تحليل الرسالة يجب أن نعرف نوع هذه الرسالة. كما قلنا رسالة شخصية، ونعرف عند تحليل الرسالة تاريخها، من هو المرسل، مقدمة الرسالة بتحية ثم المقدمة ثم محتوى الرسالة وفي النهاية الخاتمة، ثم نذكر من المرسل. هيا بنا نحلل هذه الرسالة. أولا كما قلنا حددنا نوعها، هي رسالة شخصية. التاريخ مكتوب في بداية الرسالة 10 يناير 2020 أي 2020 ميلادية. المرسل إليه، المرسل إليه، أحسنتم، صديقي يوسف. ما التحية التي تقدم بها هيثم؟ سلام يا صديقي، أتمنى أن تكون بأفضل حال. كيف كانت المقدمة؟ بداية لا يمكنني أن أخبرك بمدى فرحي لرجوعك من السفر، كانت هذه المقدمة. وماذا عرض عليه؟ نعم، أعددت لك يوما مميزا نقضيه بين الحقول في مزرعة جدي. سأخطط لليوم وأجهز الألعاب، وتذكر أن تحضر ملابس ثقيلة فالجو بارد مساء. ماذا ذكر هيثم في النهاية؟ أنتظر ردك على رسالتي، أراك قريبا. وكما قلنا، من المرسل؟ صديقك هيثم. إذن قمنا بتحليل الرسالة، بتحديد نوعها، ثم حددنا عناصر الرسالة من التاريخ والمرسل إليه والتحية والمقدمة والعرض والخاتمة ومن المرسل. هيا بنا، ما رأيكم لو تناولنا لنوع آخر من الكتابة السردية؟
والآن مع السيرة الغيرية. ما المقصود بالسيرة الغيرية؟ هي عبارة مكتوبة عن شخص من الأشخاص، ولكن هذا الشخص له قيمة أو منزلة اجتماعية، فنقرأ عنه ونحدد المعلومات المقصودة في الفقرة عن هذا الشخص. هيا بنا نعرض سيرة شخصية للشاعر حافظ إبراهيم. من أهم شعراء مصر على مر التاريخ، وأحد الرموز البارزة في مجال الشعر العربي، كان يتميز بقوة الحفظ ووضوح الشعر. له ديوان شعري يسمى ديوان حافظ، وكان يلقب بشاعر الشعبي وشاعر النيل. ولد حافظ إبراهيم بأسيوط عام 1872، توفي والده وهو صغير، فانتقل هو ووالدته إلى القاهرة لينشأ في بيت خاله، ثم انتقلوا إلى طنطا وفيها تعلم في كتاب القرية. نبغ في تعليمه، فحفظ القرآن الكريم ودرس المحاماة والتحق بالمدرسة الحربية وتولى رئاسة القسم الأدبي بدار الكتب المصرية، وكان صديقا للشاعر الكبير أحمد شوقي، وكان أحمد شوقي يفضله على كل أصدقائه. أرى أن حافظ إبراهيم واحد من أهم الشخصيات المصرية على مر التاريخ، حيث استطاع أن يسجل بعض الأحداث التاريخية بأشعاره. وبعد حياة مليئة بالعطاء، رحل حافظ إبراهيم عام 1932، وقد كرمته مصر وأقامت له تمثالا في حديقة الحرية بالقاهرة. كيف نحلل هذه السيرة الغيرية؟ إذا أردنا أن نحلل سيرة غيرية، نقوم بعمل هذا النموذج من الجدول، فنضع فيه مميزات الشخصية وأعمالها والمعلومات المقصودة عنها والأحداث والمواقف التي ذكرت، أيضا رأي الكاتب، وفي النهاية الفكرة العامة لهذه السيرة الغيرية. إذن لو أردنا عمل سيرة غيرية، نقوم بتسطير هذا الجدول ونكتب المميزات والأعمال والمعلومات والأحداث ورأي الكاتب كما قرأنا، وفي النهاية نؤكد الفكرة العامة لهذه السيرة الغيرية. هيا بنا نحلل هذه السيرة الغيرية. أولا، مميزات الشخصية أو مميزات الشاعر حافظ إبراهيم. كما قرأنا، من أهم شعراء مصر وأحد الرموز البارزة، كان يتميز بقوة الحفظ ووضوح الشعر. أهم أعماله، له ديوان شعري يسمى حافظ ديوان حافظ، وكان يلقب بشاعر الشعبي وشاعر النيل. ماذا قرأنا عن حافظ إبراهيم في هذه السيرة الغيرية؟ قلنا أنه ولد بأسيوط عام 1872، ثم انتقل إلى القاهرة في بيت خاله مع والدته بعد وفاة والده
ثم إلى طنطا وتعلم في كتاب القرية. هذه هي المعلومات الموجودة أمامنا في السيرة الغيرية. ما أهم الأحداث والمواقف التي حدثت في هذه السيرة؟ نعم، نبغ في تعليمه وحفظ القرآن ودرس المحاماة والتحق بالمدرسة الحربية وتولى قسم رئاسة القسم الأدبي بدار الكتب المصرية، وكان صديقا مقربا للشاعر أحمد شوقي. كيف كان رأي الكاتب؟ قال: أرى أنه من أهم الشخصيات المصرية، حيث استطاع أن يسجل بعض الأحداث التاريخية بأشعاره، فهذا جعله من الشخصيات والشعراء ذو المكانة في مصر أو ذات المكانة في مصر. وفي النهاية، بعد حياة مليئة بالعطاء، رحل عام 1932 وقد كرمته مصر وأقامت له تمثالا بحديقة الحرية بالقاهرة. إذن عندما نريد تحليل سيرة ذاتية أو سيرة غيرية، نقوم بعمل هذا النموذج من الجدول ونكتب هذه العناصر. أيضا تناولنا النص الإقناعي، كتابة النص الإقناعي، أي نص يجب أن يحتوي على عنوان حتى نستطيع فهم محتوى هذا النص. أيضا مقدمة النص أو مقدمة الموضوع لها أهمية كبيرة حتى نستطيع فهم محتوى هذا النص. إذا أردنا أيضا أن نكتب نصا إقناعي، فيجب أن نحدد الفكر التي سوف نكتبها ونتطرق إليها. أيضا سوف نحدد الفكرة الرئيسة التي سوف نقوم بالكتابة عنها، وفي نهاية الكتابة يجب أن نقوم بكتابة الخاتمة والتي نوضح فيها الغرض الرئيسي من كتابة هذا النص الإقناعي. ما رأيكم نعرض لمكونات النص ثم نقوم بكتابته؟ مثلا لو قلنا العنوان: توقف عن تناول الطعام غير الصحي. إذن سوف نتحدث عن طعام غير صحي، وسوف نقوم بنصح من يقرأ هذا النص عن تناول الطعام غير الصحي. المقدمة: الصحة لا تقدر بثمن، لذا يجب علينا الحفاظ عليها بالابتعاد عن العادات السيئة، ولنبدأ من الآن. هذه مقدمة. إذن سوف نوضح أهمية الصحة، وسوف نوضح بعض العادات السيئة التي يجب أن نبتعد عنها حتى نحافظ على صحتنا. وهذه هي الأفكار أو الفكر أو الفقرات التي سوف نتناولها داخل النص الإقناعي. فالفقرة الأولى سوف نذكر السبب الأول، وهو توقف عن تناول طعام غير صحي، حيث أثبتت الدراسات أن كل واحد من 5 وفيات سببها تناول طعام غير صحي. وفي الفقرة الثانية سوف نعرض السبب الثاني، فتوقفنا عن تناول طعام غير صحي يحافظ على أموالك، ستوفر مبالغ كبيرة سنويا
بإعداد طعام صحي في بيتك تستمتع به الأسرة. أيضا سوف نعرض للسبب الثالث للإقناع بأهمية البعد عن تناول الطعام غير الصحي، فنقول أن التوقف عن تناول طعام غير الصحي سيريك تحسنا في جسدك وصحتك ومستوى الطاقة لديك، وستؤدي العديد من الأعمال والأنشطة دون الشعور بإرهاق أو تعب. وفي النهاية سنعرض لهذه الخاتمة: فتوقفك عن طعام غير صحي ليس مستحيلا، فأنت تحمي نفسك من الأمراض وترى تحسنا ملحوظا في حياتك وتوفر مبالغ مالية تنتفع بها. عليك أن تبدأ من اليوم بإعداد طعام صحي في بيتك. هيا بنا نكتب النص الإقناعي وفقا لما خططنا له: توقف عن تناول الطعام غير الصحي، كما قلنا هذا هو العنوان. الصحة لا تقدر بثمن، لذا يجب علينا الحفاظ عليها بالابتعاد عن العادات السيئة، ولنبدأ من الآن. توقف عن تناول طعام غير صحي، حيث أثبتت الدراسات أن كل واحد من 5 وفيات سببها تناول طعام غير صحي. توقفك عن تناول طعام غير صحي يحافظ على أموالك، ستوفر مبالغ كثيرة سنويا بإعداد طعام صحي في بيتك تستمتع به مع أسرتك. توقفك عن تناول طعام غير صحي سيريك تحسنا في جسدك وصحتك ومستوى الطاقة لديك، ستؤدي العديد من الأعمال والأنشطة دون الشعور بإرهاق أو تعب. توقفك عن تناول طعام غير صحي ليس مستحيلا، فأنت تحمي نفسك من الأمراض وترى تحسنا ملحوظا في حياتك وتوفر مبالغ مالية كثيرة تنتفع بها. عليك أن تبدأ من اليوم بإعداد طعام صحي في بيتك. تناولنا النص الإقناعي وكيفية الإعداد له، السيرة الغيرية وكيفية تحليلها، الرسالة بأنواعها وكيفية تحليل الرسالة. ما رأيكم الآن أن ننتقل إلى الجزء الأخير من لقائنا، وهو الظواهر اللغوية، النحو. استعن بالجمل التي أمامك في تذكر علامة الرفع، ثم املأ الجدول. نقرأ الجمل أولا ثم نملأ هذا الجدول: العلم حياة، العلم حياة، العلم. هذه الجمل أو هذه الجملة جملة اسمية تبدأ باسم، وهذا الاسم وضعنا فوقه علامة الرفع وهي الضمة. أحسنتم، لأن هذه الكلمة مفردة. ما رأيكم لو قرأنا الجملة الأخرى: المعلمات نابغات؟ أيضا عندما قرأنا هذه الجملة وجدنا أن علامة الرفع هنا أيضا
الضمة. العلماء أزكياء. أيضا وجدنا في هذه الجملة أن علامة الرفع الضمة. اللاعبان بارعان، لم نضع هنا علامة. المهندسون بارعون. هيا بنا نحلل هذا الجدول لنتذكر علامة الرفع. أولا، العلم حياة. نوع هذه الكلمات، نعم، مفردة، وعرفنا أن المفرد أو الكلمات المفردة ترفع وعلامة رفعها الضمة. أحسنتم جميعا. أيضا العالمات نابغات. أيضا هذه الكلمات تدل على جمع المؤنث السالم، وعلامة الرفع أيضا، أحسنتم، الضمة. العلماء أزكياء، وضعنا أيضا الضمة، ولكن ما نوع هذه الكلمات؟ جمع تكسير، أحسنتم. إذن علامة الرفع كما قلنا الضمة، ولكن انظر إلى هذه الجمل. اللاعبان بارعان، ما علامة الرفع أو ما نوع هذه الكلمات؟ أولا، نعم، اللاعبان مثنى وبارعان أيضا مثنى. وما علامة الرفع؟ أحسنتم جميعا، الألف. وعندما قلنا المهندسون بارعون، هذه الكلمات تدل على جمع المذكر السالم، وعلامة الرفع هنا، أحسنتم، الواو. إذن تذكرنا أن الجملة الإسمية إذا كانت تدل على المفرد أو جمع المذكر السالم أو جمع التكسير، كل هذه الكلمات ترفع وعلامة رفعها الضمة. أما إذا كان المبتدأ والخبر يدلان على المثنى، فعلامة الرفع هنا الألف. وإذا كان المبتدأ والخبر جمع مذكر سالم، فعلامة الرفع هنا الواو. هذه هي علامات الرفع: الضمة للمفرد وجمع المؤنث وجمع التكسير، والألف للمثنى، والواو لجمع المذكر السالم. هيا بنا نتذكر شيئا آخر. عين الفاعل في الجملة الآتية، وأيضا وضح علامة الرفع ثم اذكر السبب. كما قلنا، علامات الرفع ثلاث: الضمة والألف والواو، تماما كما ذكرناها مع المبتدأ والخبر. هيا بنا. نام الطفل، نجحت المتفوقات، انتصر الجنود، يتنافس المتسابقان، عاد المسافرون. هيا بنا. الفاعل في الجملة الأولى، أحسنتم، الطفل، وعلامة الرفع، أحسنتم جميعا، الضمة. وكما قلنا السبب، نعم، لأن كلمة الطفل كلمة تدل على الإفراد، فهي كلمة مفردة، أحسنتم. الفاعل في هذه الجملة، في الجملة الثانية، المتفوقات، وعلامة الرفع الضمة أيضا. ولماذا؟ لأن الفاعل هنا جمع مؤنث سالم.
انتصر الجنود. الجنود هي الفاعل وعلامة الرفع نعم الضمة، والسبب في ذلك أحسنتم جميعا لأن كلمة الجنود جمع تكسير، يتنافس المتسابقان، متسابقان الفاعل هنا أحسنتم جميعا كلمة المتسابقان وعلامة الرفع أحسنتم الألف، والسبب أحسنتم جميعا لأن المثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، لأن السبب هنا الفاعل جاء مثنى. عاد المسافرون الفاعل نعم المسافرون علامة الرفع أحسنتم جميعا الواو، والسبب أنها جمع مذكر سالم. هيا بنا نتطرق إلى شيء آخر، أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. فاز بالجائزة، نريد أن نضع كلمة تدل على المثنى، كل منا يضع كلمة تدل على المثنى بشرط. ما هو الشرط كما قلنا؟ أحسنتم جميعا يجب أن ينتهي المثنى بألف ونون، لأن علامة رفع المثنى الألف. فنقول مثلا اللاعبان، نقول مثلا التلميذان، نقول مثلا المتسابقان. جميع الكلمات التي سوف توضع وتدل على المثنى فهي صحيحة، بشرط أن تنتهي بألف ونون زائدين. نقط تلميذ النشيط، نريد ضمير للغائب، ضمائر الغائب أحسنتم هو هي هما هم هن، وتلميذ يدل على المذكر، إذن الضمير المناسب هنا نعم أحسنتم جميعا هو تلميذ نشيط. المصريون، نريد كلمة تدل على جمع المذكر السالم، كما قلنا جمع المذكر السالم يجب في حالة الرفع أن ينتهي بواو ونون، فنقول مثلا المصريون بارعون، المصريون مجتهدون، المصريون متعاونون. نضع كلمة مناسبة تدل على جمع المذكر السالم، فنقول المصريون متميزون. نقط نحب القراءة، نريد ضمير متكلم، نحب القراءة، نريد أن نضع ضمير للمتكلم. ما ضمائر المتكلم؟ كما قلنا نعم ضمائر المتكلم اثنان، أنا ونحن، فنقول هنا نعم أحسنتم جميعا نحن نحب القراءة. نقط أشجار مثمرة، نريد أن نضع اسم إشارة. أولا المشار إليه هنا أشجار، وكلمة أشجار جمع غير عاقل، وكما قلنا جمع غير العاقل أحسنتم جميعا يأخذ اسم الإشارة هذه. هيا بنا نكمل، اقرأ الفقرة ثم أجب. المدرسة أقامت حفلا بمناسبة عيد الطفولة، ألقى طفلان في بداية الحفل كلمة بلغتين أو باللغتين العربية والإنجليزية،
وتكلم طفل عن حقوق الطفل. وفي النهاية قال المعلمون: الأطفال رجال المستقبل، لذا يجب الاهتمام بهم. نرى بعض الكلمات قد وضعنا تحتها خط، هيا بنا اختر الإعراب الصحيح للكلمات التي تحتها خط. المدرسة كلمة بدأنا بها العبارة والفقرة، إذن هذه الكلمة أحسنتم جميعا مبتدأ. طفلان، ألقى طفلان، من الذي ألقى؟ طفلان، إذن كلمة طفلان هي من قامت بعمل الفعل، إذن هي نعم فاعل. المعلمون، قال المعلمون، من الذي قال؟ المعلمون، إذن أحسنتم فاعل. رجال الأطفال رجال المستقبل، هذه الكلمة أتممنا بها معنى المبتدأ، أحسنتم جميعا. خبر، ما رأيكم أن نعرض لفقرة أخرى؟ هيا بنا اقرأ الفقرة ثم أجب. المدرسة أقامت حفلا بمناسبة عيد الطفولة، ألقى طفلان في بداية الحفل كلمة باللغتين العربية والإنجليزية، وتكلم طفل عن حقوق الطفل. وفي النهاية قال المعلمون: الأطفال رجال المستقبل، لذا يجب الاهتمام بهم. إذن هيا نعرض للأسئلة. استخرج من الفقرة ما يلي: اسما، أي كلمة تحتوي على علامة من علامات الاسم فهي اسم. وما علامات الاسم؟ نتذكرها: التعريف، التنوين، التاء المربوطة، قبول حرف الجر، النداء. أحسنتم جميعا، كل هذه علامات تدل على الاسم، فأي كلمة تحتوي على علامة واحدة من هذه العلامات فهي اسم. فنقول مثلا: المدرسة، منا من سوف يكتب حفلا، منا من سوف يكتب بداية، بمناسبة، كل هذه أسماء. فعلا، فعلا كلمة تدل على حدث، من الممكن أن يكون حدث تم وانتهى فنقول فعل ماضي، حدث ما زال يحدث فنقول مضارع. فعل أو حدث تأمر أو تطلب من صاحبه أن يفعله فنقول فعل أمر. نعم، نقول مثلا: أقامت، ألقى، تكلم، قال. حرفا، الحروف هي الكلمات التي ليس لها معنى إلا مع غيرها، أي لا تأتي منفردة، مثل حروف الجر وحروف العطف. فنقول مثلا: في، نريد أن نستخرج فاعلا مفردا ونوضح علامة رفعه. الفاعل المفرد كلمة تدل على الإفراد تأتي بعد فعل. قال المعلمون: المعلمون مفرد، كلمة تدل على جمع المذكر السالم. أحسنتم جميعا، تكلم طفل وعلامة رفعه كما قلنا الضمة، فاعلا مرفوعا بالألف. ما الفاعل الذي يرفع بالألف؟ نعم، الكلمة التي تدل على المثنى. نبحث عن كلمة تدل على المثنى لأنها ترفع بالألف. أحسنتم، ألقى طفلان.
فاعلا مرفوعا بالواو. ما الفاعل الذي يرفع بالواو؟ أحسنتم جميعا، جمع المذكر السالم، فنقول قال المعلمون. إذن كلمة المعلمون. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. أرجو منكم أن نتناول الاختبار بشكل بسيط، القراءة بشكل جيد، القراءة بشكل متأنٍ، حتى نستطيع الإجابة على الأسئلة بطريقة سهلة وبسيطة. على أمل بلقاء بكم، كان معكم إبراهيم سليمان المصري، معلم اللغة العربية، مع تمنياتنا بالتوفيق، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.